طب لو تسمح في العصر الحديث برضو نقطة العدالة الاجتماعية والاشتراكية. في العصر الحديث الحكومات بتلجأ إلى وسيلة المصادرة اللي ده شرعا يجوز طالما أنه هو لصالح المجتمع في النهاية. واحد عنده مصنع كبير عنده 10,000 فدان، لا بنقول له أنت تاخد بس 100 فدان والباقي نوزعهم على فلاحين. عنده مصنع ضخم جدا ممكن لو توقف بيأثر على حركة الاقتصاد القومي، لا بنقول له لا المصنع ده احنا بناخده للشعب ككل. هل ده يجوز إسلاميا؟ هو الوضع المقبل لازم يكون اشتراكي. أيوة. ما في إنسان عنده مصنع ولا إنسان عنده إقطاعية. أيوة. الوضع الاشتراكي بيجي تلقى وضع رأسمالية وإقطاعية، بتكون في مرحلة انتقال من الرأسمالية نحو الاشتراكية، ما بتمشي بجرد قلم بتصلع. يمكن التدرج الرشيد أنه يقوم على التأمين المرافق المدارة بجدارة كبيرة جدا من أصحاب الرأسماليين تترك لغاية ما تدبر انت الكوادر اللي لما تستلمها ما تنخفض بإنتاجية، وتأمن المرافق اللي إدارتها سيئة ممكن تأمنها طوالي، لكن شرط أن تعوض أهلك ما تصادر السائل. الإسلام ما يرضى أنك أنت تصادر السائل، لأنه الإسلام عنده الفرد غاية في ذاته برضه، الفرد الغني ده وبرضه ضحية للغنى. لما أنت تجي في الاشتراكية الواعية وأن الغني مشغول بتدبير المال عن عبادة الله وحبه أنت برضه تفرغه من 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 عمله ده، والفقير مشغول بالفقر عن عبادة الله وحبه أنت تسند شوية ليكون متفرغ لعبادة الله. لما أنت تجي في الناحية دي الغني عندك غاية في ذاته، لما أنت تأخذ منه مال غنمة ومصادرة بدون ما تديه أي اهتمام يحتفظ به ليه بمستواه كان بيعيش فيه قبلك، أنت بتكون فتنته ما بيستطيع أن يمشي لله وهو مطمئن النفس. تكون عندي أحقاد وبغائن وحاجة مكبوتة في نفسه قد تقصر أجله. لكن أنت لما تصادر ورشته وتديها كادر ينهض بإنتاجه لازم تلاحظ انه هو كان بيعيش في مستوى رفيع جدا مكتسب بالصورة دي. اذا انت خفضت فوالي بتفتن، اذا كنت انت بتدي الناس في مستوى مثلا الفقير بتديه في مستوى معين دخله الجديد مثلا لو فرض انه الفقير بيعيش ب40 جنيه مثلا وانت بترفع بتدي على الحد الادنى في الاشتراكية ما يصون كرامة الانسان كانسان او قلت الحد الادنى 40 جنيه بعدين الحد الاعلى للمواطنين العاديين قول 100 جنيه مثلا. الإنسان الغني صاحب الورشة صاحب المصنع صاحب الإقطاعية ما تقول يأخذ 100 جنيه، تشوف مستواه كان بيعيش فيه 500,000 جنيه يمكن أن تديها وأن تعوضه لأسرته. بعدين ليه قدام لما هو ينتقل الامتياز ده وش شرط تديه لأولاده من بعده؟ أولاده يتأقلموا على المعيشة الجديدة. لكن الشاهد شنو؟ أنه لابد لك من مراعاة حال الغني. لما أكرم عزيز قوم زلة أيوة. في الصورة دي بالإسلام يقصد كده، لأن هو الغني ده وبرضه ضحية للعهد الماضي وأصبح يعني مترف وما تقدر تشد طوالي للتقشف اللي بتجيبه الاشتراكية في بداياتها. ده نظام الأرباب الإسلام يعني. أنت ممكن تأمن لكن تعوض وتراعي حالة صاحب الملك القديم اللي انت أممت منه. يعني ممكن نقول ان الاسلام هو دين العدالة الاجتماعية هو دين الاشتراكية، واشتراكية الاسلام لا تعني توزيع الفقر بين الناس. ممكن هو مؤكد دين العدالة وهو دين الرحمة. الاشتراكية قد تعني الناس اشتركوا في الفقر اشتركوا في الفقر الان اشتركوا في الغنى بعدين. اذا كانت ما عندك حاجة كثيرة عشان ما يكون الناس غنية بيشاركهم في القلة اللي فيه، فبيجوا تعالوا بيشتركوا في الفقر بعدين يمشوا لقدام بإنتاج واجتهاد بتكون في السعة بيبقوا يشتركوا في الغنى بعدين.